جوكو، وش اخباركم؟ الله يمسيكم بالخير اذا بيشاهدونا في المساء، ويصبحكم بالخير كمان اذا بيشاهدونا في الصباح. بنعرف تاخرنا عليكم. انا الان برفقه صديقتي اللزابه، هذه احدى اللزابات المعمره، هاي الشجره اللي هي منها ورق العرعر اللي حكيت لكم عنه قبل فتره. طبعا ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله سنة خير وسنة إغلال، وأنا لازلت متفائل بأنه خيرات السماء تعمنا إن شاء الله، والرحمة والبركة تحل في هذه البلاد، هذه البلاد المباركة الطهورة، المملكة الأردنية الهاشمية. كل التحية والاحترام لجميع متابعينا متابعي البر والمقناص مع أبو النبراس من محافظة الطفيلة جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، وتحياتنا لإخواننا في الخليج العربي في كافة مناطق دول الخليج اللي بتواصلوا معانا وحابين يعني يزوروا هذه الأماكن. أحكي لكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا وعنكم وباء كورونا وتزورونا، وإحنا معازيكم إن شاء الله. يلا حي الجميع، ويلكم تو ماي هارت، ويلكم تو ساوث جوردن، ولا تنسوا دعم البر والمقناص مع ابو النبراس، لانه احنا بنتميز لما نكون بنقدم لكم كل شيء مميز بنتميز فيكم. في كثير ناس بيسالوني يعني متابعينك على الصفحه ما بنشوف في غلط، ما بنشوف في مسبات، لاني انا بحرص على انتقاء الناس الجزله والطيبه شرواكو اللي عارف قيمه المحتوى اللي قاعدين بنقدمه، وبتحن للماضي الجميل ولتاريخ جدودنا. هذه تحيه من اعماق قلبي، واسف على التاخير لظروف خاصه يعني تاخرت في الاطلاله عليكم، لكن انا سعيد جدا في العوده لكم، والحمد لله على سلامه اهلنا، والحمد لله رجعت الحياه لطبيعتها، والحمد لله انه رجعت الحركه داخل المملكه الاردنيه الهاشميه. ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع عنا هذا الوباء، وباء كورونا، وان يعمنا بخيراته العظيمه. سامحوني انا نفسي تعبان وطهاري مشاي ورايح وجاي، فكل احترام والتقدير لكم جميعا، والله يحيي الجميع. يا هلا بيكم، والله يا هلا.